ابحثوا عن أصحاب الدكاكين ولتفتح جميعها الآن. هيا ابدأ. ايه ده؟ يحرموا على الناس حتى انها تحسن في بيوتها؟ كل ظالم نهاية، النهاية قربت ان شاء الله. ادخل يا عمر، ادخل كمل اكلك. خلاص شبعت. لابد من رد قاسي ومزلزل يعم صدى مصر كلها بطولها وعرضها. ده رد كرامة وشرف. احنا ضعاف، لازم نسأر لرجالنا ولكرامتنا وكرامة عيالنا من بعدنا. اللي حصل ما بيتنسي وهيفضل عار ملاحقنا مدى الحياة. نحرق الفسطاط على اللي فيها وعلى راسهم دار الوالي نفسه. وايه ذنب اللي فيها اللي بيحكمهم نفس العين الاهوج؟ ساكت ليه يا صهيب؟ لا سكوت ولا عفو ولا رحمة. الكل هيدفع تمن دم رجالتنا. لما شكل بإخواته من الأحواف لا يمكن يروح حضر. إمتى ده؟ كل شيء وله ميعاد، حتى الانتقام. قبل أي شيء لازم نجهز بخطة محكمة، وبعدها هنضربهم بلا شفقة. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.